هنلحق ناخده. خبر الحقيقة مهم جدا، وده ليه علاقة كمان بفكرة تداول الأخبار، يعني ممكن أربطها بطريقة أو بأخرى بفكرة تداول الأخبار ونقل الصورة. الرئيس الفرنساوي إيمانويل ماكرون كان الحقيقة يعني ما كانش ليه ربما، أو هكذا إحنا بنشوف إنه ما كانش ليه ربما موقف معين تجاه القضية الفلسطينية، طبعا إلى أن تولى رئاسة أو حكم فرنسا. الحقيقة إنه كانت كلامه على فكرة إنه الصهيونية حاجة والسامية حاجة تانية واليهودية حاجة تالتة وكده. الخبر اللي هنتكلم عليه دلوقتي سريعا ده بيوريك حاجة مهمة قوي، بيوريك فكرة اللوبي الصهيوني على سبيل المثال إزاي يقدر يأثر على الرأي العام. اللي أنا كنت لسه بقوله من شوية، المعلومة والكلمة والخطاب وإن أنا أعرف أوصل لك إزاي وأوصل لتفكيرك إزاي، إزاي ممكن يشكله مش بس رأي عام للمواطن، إزاي ممكن يغير في سياسات دول وأنظمة بعينها. ماكرون كان في ختام مراسم الاحتفال بالذكرى 75 لفالديف، كان واقف بيتكلم على مسؤولية الدولة الفرنسية عن الجريمة اللي ارتكبت بحق اليهود طبعا في وقت الحكم النازي في 42. وكان وهو في خطابه شدد على ده، الخطاب اللي أجراه شدد على أنه لن يتنازل أبدا أمام معاهدات الصهيونية اللي اعتبرها الشكل الجديد من معاهدات السامية. أنا الحتة دي بس استوقفتني جدا، استوقفتني لأنه إيه اللي ممكن يخلي حد، يعني بنفترض أنه من يحكم بلد كبيرة كفرنسا لديه قدر كبير من الثقافة والوعي والاطلاع على الأمور، إيه اللي يخلي واحد زي ده كان لسه من فترة قريبة جدا بيفصل ما بين الصهيونية وما بين السامية، ما بين اليهودية وما بين الصهيونية، إيه اللي يخليه النهاردة نلاقيه بيقول لك لا ده أنا مش هقبل إن حد يسيء أو يتكلم عن الصهيونية، واللي يتكلم عن الصهيونية من هنا ورايح وكأنه يتحدث عن السامية. تغيير التفكير اللي ممكن يحصل ده نتيجة حراك خطير ومكثف جدا من لوبي عالمي اسمه اللوبي الصهيوني، ده ممكن إزاي يأثر على فكر واستراتيجيات دول وأنظمة بعينها. خلونا ناخد مع بعض هاتفيا الأستاذ خالد شقير رئيس جمعية مصر فرنسا، نتحدث إليه هاتفيا وهو في فرنسا الآن. أستاذ خالد يا صباح الخير يا فندم وأهلا بيك. صباح الخير يا حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير لمشاهدي قناة دريم وصباح دريم. يا أهلا وسهلا بيك. والحقيقة لما حبينا يعني نفهم إيه اللي ممكن يكون بيحصل وكيف تؤثر أو كيف يؤثر لوبي زي اللوبي الصهيوني زي ما بنقول على تفكير واستراتيجيات أنظمة بعينها، يعني ما لقيتش الحقيقة يعني غير حضرتك، أنت مقيم في فرنسا، أنت رئيس جمعية مصر فرنسا ومطلع على الأمور هناك بشكل مقرب جدا. تعليقك إيه يا فندم على تصريحات ماكرون الأخيرة اللي بيتكلم فيها إنه من يحارب الصهيونية من وجهة نظره فهو يحارب السامية؟ اولا دعيني احييك يا استاذه منى، لان يعني زي ما حضرتك مش عارف تابعتي ولا لا، انا الموضوع ده كمصري وكفرنسي وكجمعيه يعني مشهره في فرنسا طبقا لقانون 1901، يعني اعتبرت ان ده حراك خطير جدا جدا جدا. اعتقد ان الموضوع لا يمكن ان يمر مرور الكرام، وبصفه خاصه ان الرئيس ماكرون هو رئيس شاب، رئيس لدوله معروفه تاريخيا انها متضامنه مع الدوله الفلسطينيه، وكان بيقال ان فرنسا دائما يعني ليها مواقفها المسانده للقضايا العربيه. التحول ده تحول خطير جدا. معاداه الساميه هي معاداه اليهوديه، اما معاداه الصهيونيه فهي معاداه الحركه الداعيه الى وطن قومي لليهود. الموضوع ده بالتاكيد زي ما كتبت باللغه العربيه كتبته باللغه الفرنسيه، وزي ما حضرتك قلتي في البدايه ان له يعني او نتيجه لحراك، حراك كبير جدا، حراك قوي جدا للجالية اليهودية في فرنسا. واعتقد ان الجالية اليهودية في فرنسا اذا قارناها بالجالية العربية يعني نص مليون تقريبا، والجالية العربية اكثر من 6-7 مليون، بنلاقيهم هم اكثر تاثيرا. فهذا التاثير جعل الرئيس زي الرئيس الفرنسي ماكرون يقع في هذا الفخ
ويعني نحمد الله ان هو حتى هذه اللحظه يؤيد حل الدولتين، بل يفرض حل الدولتين على رئيس الوزراء الاسرائيلي. واعتقد ان يعني زي ما حضرتك قلتي الصهيونيه العالميه او اللوبي الصهيوني يلعب دورا كبيرا جدا. وهنا الرئيس الفرنسي عندما اكد على اعتبار ان من يحارب الصهيونيه هو زي اللي بيحارب الساميه، يجعلنا نحن امام محك، يعني بمعنى اخر عندما كنا نتحرك مثلا في محاربه الدوله الاسرائيليه كدوله عنصريه او عدم النظر للقضيه الفلسطينيه على انها قضيه دينيه، الان اصبحنا ممكن نتعرض للمساءله القانونيه، وهذا هو الخطير في الامر. واعتقد هنا لا يتحدث فقط عن العرب والمسلمين، ولكن في جمعيات اقصى اليسار التي هي ضد الصهيونيه، بل ايضا جمعيات يهوديه متواجده في فرنسا تظاهرت في هذا اليوم ضد حضور رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي هو ايضا يقوم بعمليات اجراميه مع الجانب الفلسطيني. فدعيني احييك استاذه منى، لانك من الاعلاميين القلائل اللي يعني لفت نظرهم هذا الموضوع، واعتقد ان مصر او القياده السياسيه في مصر تدرك جيدا خطوره الامر وخطوره الموقف. واعتقد ان اتصال الرئيس ماكرون وهو رئيس شاب، اؤكد على كلمه رئيس شاب جديد، تم اختراقه من قبل الحركه الدوليه الصهيونيه لتغيير مواقفه، ولكن الامر حتى هذه اللحظه يعني ليس خطير. ولكن عندما يعني تتفرغ الدول العربيه لكسر بعضها البعض ومشاكل المشكله القطريه وغيرها تجعل العرب كل في اتجاه، ولكن علينا توحيد المواقف. واعتقد ان مصر والرئيس ماكرون ينظر للقياده المصريه وبصفه خاصه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظره احترام واجلال، بدليل انه قام بالاتصال به يوم زياره رئيس الوزراء الاسرائيلي الى فرنسا. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد شقير رئيس جمعية مصر فرنسا، وبالحقيقة إنه